مازال أعطيت للرئيس ديالك، مازال ما أعطيتكش، أعطيتك أعطيت للرئيس ديالك هادي، أنت مازال ما أعطيتكش الإيد. تفضل. شكرا سيد الرئيس. حنا كنتفاهموا الديناميه اللي عرفتها بلادنا سيد الرئيس. سيد النائب انا شوف سيد النائب انا هنا اليوم وقلت هذا الشيء ما قبل، انا هنا اليوم لاطبق القانون حرفيا. الماده 5 من الدستور، نحن في جلسه رسميه، وجب عليك ان تتكلم باللغه الرسميه التي فرض علينا الفصل 5 من الدستور، والا لن اعطيك الكلام. نعم سيد الرئيس، لن اعطيك الكلام لك او لغيرك، لك او لغيرك. تفضل. ساجيب هذا الدستور. اذا كنتم، انا ارى هنا ان مقاطعه، احنا هنا نواب ندافع على المؤسسات التشريعيه. اليوم جلس سي، جلس اجلس انت، اجلس من فضلك، تكلم السيد الرئيس، اجلس اجلس واطبق القانون، اجلس. انبهك هكذا سنحارب الهدر المدرسي من الاعلى. اجلس معنا، ساجيب السيد النائب. شو ديك العلاقه الطويله دي كانت معي، ما بغيتش نطبق عليك ونطلب منك. سيد الرئيس اعطيتك الكلمة، خليني نتكلم انا بعدا، واذا لم تقتنعوا سنعطيكم الكلمة، لا يهمني. اجيب وانا معكم هنا 10 ايام تعطيكم نقاط نظام، انا لا اتهرب من هذا. اجيب راه خطا الاخ. اجيب السيد الرئيس ونعطيك. اجيب راه اربعه ولا خمسه مؤسسه تشريعيه. واقعد اسمع لي بعدا، اسمع لي. واش من فضلكم، وهذه مقاطعه حكوميه عشوائيه نبتت على في هذه المؤسسه، وهذه مقاطعه عشوائيه حكومية تدافع كاين الحكومة تدافع عنها. سأرفع الجلسة، سأرفعها. مقاطعة حكومية عشوائية تفرط في المؤسسة التشريعية، تفرط في المؤسسة، أنتم تفرطون في المؤسسة التشريعية، أنتم لا تدافعون، أنتم لا تدافعون، أنتم مقاطعة عشوائية حكومية نبتت تحت هذه القبة، نبتت تحت هذه القبة. كيف كاين الوزير نعطيه الكلمة يرد؟ أنا هنا أنوب على القانون اللي ما قادرش، أنا أنوب على القانون ولن أسمح لأحد أن يخرق القانون، لن أسمح لأحد أن يخرق القانون. أنتم الرسالة الملكية، لن أسمح لأحد أن يخرق القانون، لن أسمح له. تفضل سيد الرئيس. سيد الرئيس مازال ما جاوبش. سأجيب الإخوان، السادة النواب، اليوم عندنا القطاع، وتبعوا معي ونحن على الهواء، اليوم عندنا قطاع فيه سبعة، فعندنا قطب
تتكلمت وتكلموا ما دي ما تكلمش أنا تخضع عليا. عندنا قطب فيه 7 قطاعات فيه قطب عندنا قطب عندنا قطب عندنا دستور المقاطعة. شوف وسيلوا الحكومة ونجاوب ونعطيك أنا نجاوب ونعطيك وجاوبت 4 ما عليك أنت نعطيك عطا هذا لا ما كان نعطيك الكلمة. سجل السيد الأمين سجل السيد الأمين يا سجل سال ش... لن أرضخ للغوغائية لن أرضخ للغوغائية لن أرضخ غوغائية ومقاطعة حكومية عشوائية نبتت هنا مقاطعة عشوائية نبتت هنا كاين الحكومة. أنتم تقتلون أنتم تقتلون المؤسسة التشريعية أنتم تخنقون المؤسسة التشريعية أنتم لا تحترمون المؤسسة التشريعية أنتم تتغولون على المؤسسة الاشتراكية أنتم تتغولون على المؤسسة. أعطاني الكلمة أتكلم ما أعطيتك الكلمة لما أعطيتكش الكلمة ما أعطيتكش الكلمة سأجيب. أرفعوا الجلسة أنتم مسؤولون أرفعوا الجلسة وأنتم مسؤولون أنتم تخربون هذه المؤسسة أنتم تخربون هذه المؤسسة الرئيس تخرب هذه المؤسسة بتدخلاتك وأنك لم تتكلم أنتم تخربون. ما يخليك تفضل. شكرا الإخوان الإخوان صافي صافي الإخوان سيد الرئيس نرفع سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس كنطلب منك سيد الرئيس تفضل اشوف شوف اشوف هذه المؤسسه التشريعيه هذه مؤسسه تفضل سيد الرئيس تفضل شكرا شكرا سيد الرئيس نرفع سكتونا الله يعطيك رفعت الجلسه